I now give the floor to the World Jewish Congress. The floor is yours. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Shukran Sayyidat Rais. Ana Sheikh Moafaq Tarif, Rais al-Ruhi li Ta'ifat al-Muwahideen al-Druz. نحن طائفة دينية تؤمن بالتعايش والإنسانية والسلام. تضع قدسية الإنسان في مركز تعاليمها وترى في الفرد حرا في تدبير أمره وإيمانه وعلاقته مع الله. لا شك أن ولادتنا ونشأتنا في ربوع البلاد المقدسة هي نعمة وهبنا إياها الله عز وجل، مكننا من خلالها أن نكون جزءا من هذه الفسيفساء الدينية الإنسانية، مسيحيين ومسلمين ويهود ودروز وشركس وبهائيين وأحمديين، نعيش رغم كل الاختلافات والتنوع على الأرض نفسها التي أثبتت أنها تتسع لنا جميعا. نعيش معا تحت سقف نظام ديمقراطي يضمن الحقوق الأساسية للإنسان وممارسة حق الانتخاب والتمثيل في البرلمان دون أن تفرق بين المواطنين العرب واليهود على حد سواء. نحن أبناء الطائفة الدرزية نرى بأنفسنا جسر للسلام والوفاق بين جميع سكان البلاد، نسعى يدا بيد مع الغير من أجل تقريب وجهات النظر عبر التغاضي عن الفوارق والتركيز على المشترك الجامع فيما بيننا في المجالات الحياتية المختلفة. لرؤساء الأديان في بلادنا دور فعال في الحفاظ على المحبة والسلام والأمان وتعزيز الاستقرار في الدولة والمجتمع وتشجيع سكان الدولة على تقبل الغير واحترامه واحترام اختلافه ومعتقداته. في الختام لابد من دعوة صادقة نوجهها في هذا المحفل إليكم جميعا، نطالبكم عبرها بالسعي الحثيث وراء تحقيق السلام وحفظ كرامة الإنسان وحصول كل ذي حق على حقه والتوفيق بين الشعوب والدول لنعيش كلنا في هذه الأرض وننعم بالعيش الآمن بسلام ووئام واستقرار، فرغم كل الخلافات نبقى كلنا بشر. Thank you. Your time is up.